السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى البنات إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي إن شاء الله عندي في القناة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة رائعة إن شاء الله لتفادي يعني التجاعيد اللي كتجي للوجه ديالنا، خصوصا التجاعيد اللي كتكون تحت العين أو كذلك التجاعيد اللي كتكون في الجبهة، وكذلك يعني كتجبد لنا الوجه. رائعه رائعه ان شاء الله هذه الوصفه هذه. فكنحتاجو كما كيبان لكم للحمص، يعني الحمص راه معروف كنجيبوه يابس وكنديروه في الماء وتنخليوه 24 ساعه، يعني نهار كامل، حتى كيبان لنا تقريبا انه تنفخ لنا وتزاد الكميه ديالو. غادي نخليوه بالماء ديالو كما كيبان لكم، يعني ما غاديش نحيدو الماء ديالو، حنا غادي نحتاجوه الماء ديالو، وكذلك غادي نحتاجوه للحمص. فان شاء الله البنات وصفه واعره وصفه رائعه ان شاء الله. فالحمص المعروف عليه انه ملي كنديروه للوجه بحال يعني تيجبد لنا الوجه، فراه رائع. كما كيبان لكم هنا خديت سفين غادي نطحن الحمص، حيت خاصني نطحنو، يعني درتو بالماء ديالو وغادي نطحنو ان شاء الله. فمن بعد ما كنطحنو كنرجعو يعني للبلاصه ديالو، طحنو بطبيعه الحال مزيان. الا ما بغاتش تطحن لكم يعني خدو غير داكشي اللي بان لكم مطحون صافي ان شاء الله. فكنديروه في شي قريعه بحال هكا ديال الزاج، ويا يمكن تحتفظوا بها يعني في الثلاجه وتستعملوها لمده اسبوع، وتعاودوا تبقاو تعاودوا يعني كل اسبوع يعني تعاودوا الكميه ديال الاسبوع. فمن بعد ان شاء الله كما كيبان لكم هذه الوصفه هذه يمكن لكم تستعملوها، يعني كناخذوا مثلا ملعقه او جوج ملاعق يعني على حسب الثلاجه بغيتي ديريها، واش غير لوجهك كنغطيوها طبيعة الحال، يعني يمكن كما قلت لك يعني ديروها في الثلاجة، ف يعني على حسب الكمية اللي بغيتي، واش انت بغيتي ديريها غير لوجهك ولا كذلك ديريها حتى لهذا الوجه ديالك، يعني على حسب الكمية اللي بغيتي. هنا فقط غادي نديرها انا للوجه ديالي، يعني هذه الكمية تقريبا غادي تكفيني. فغادي نضيف ليها حليب بودرة، يمكن لكم تضيفوا لها كذلك حتى النشا كيجي رائعة، والمعروف على النشا وكذلك على الحليب المجفف او حليب يعني بودرة انه يعني واعر في التبييض وفي نفس الوقت في شد البشرة. وغادي نضيف ملعقة ديال ملعقة او نصف ملعقة ديال ماء الورد، فراه رائع رائع البنات هذه الوصفه هذه، غير جربوها وبطبيعه الحال يعني دوموها، راه غادي تعجبكم ان شاء الله، وغادي يبان لكم الفرق ديال الوجه ديالكم. يعني غير من الاستعمال الاول كيبان لكم الوجه ديالكم انه بحال كيبري، يعني غير استعملوها وخليوها تقريبا واحد 14 دقيقه حتى وما تبقاو وما تهضروش، يعني ما تكلموش، حيت مع هي كتلصق على الوجه، كتلصق بحال كتكرم على الوجه، يعني ما تهضروش. خليوها ربع ساعه تحسوا بها انها نشفات وبحال درت لكم تشققات في الوجه ديالكم عاده باش تحيدوها. واعره واعره البنات. فهنا ان شاء الله غادي نجربها معكم في اليدين ديالي، ولكن راه غزاله غزاله البنات للوجه. صافي ان شاء الله، يعني خلطت الكميه اللي كفاتني، انا غادي نديرها لليدين ديالي. فحاولوا البنات انكم الا درتوها لليدين ولا درتوها كذلك للوجه ديالكم فخليوها حتى تكرم. فهاد الوصفه هذه ضروري انها تكرم لكم على الوجه ديالكم، راه رائعه البنات عاد باش تحيدوا. انا هنا ما غاديش نخليها بطبيعه الحال تكرم غير دغيا على حسب الوقت، دغيا غادي نحيدها، ولكن البنات راه صراحه واعره رائعه، غير جربوها اكيد اكيد غادي تعجبكم. انا ما غاديش نشكر لكم شي حاجه الا وما كانتش يعني واعره وما كانتش صراحه زوينه، فكترد لكم يعني اللون بطبيعه الحال اللي عندكم، وفي نفس الوقت كتحيد لكم يعني حتى لا بغاو يبداو شي تجاعيد ولا شي حاجه فما كيبقاوش. فان شاء الله كنتمنى هذه الوصفه يعني تعجبكم، لانها صراحه رائعه رائعه. فكما كيبان لكم يعني درتها على اليدين، خاصها تكرم ضروري تكرم عليهم. صافي من بعد كنحيدها كما كيبان لكم،
دابا كاينه يعني بحال يعني كرماس مثلا، كرماس انا قلت لكم ما خليتهاش تكرم، ولكن مثلا دابا كرماس يعني حاولوا تحكوها عاوتاني مزيان، عاد باش كتغسلوا اليدين ديالكم او يعني الوجه. هي هذه الوصفه هذه راه للوجه ولكن حتى لليدين ان شاء الله، لاي بلاصه يعني حسيتوا انها غتكون فيها تجاعيد استعملوا ليها هذه الوصفه هذه. ف كتحكوهم مزيان باليدين ديالكم صافي، وكتغسلوهم بطبيعه الحال، فكما كيبان لكم كترجع اليدين رطبين، وكذلك يعني في نفس الوقت يعني كتبيض، وكذلك كتحيد داك المشكل ديال التجاعيد المبكره. فان شاء الله البنات كنتمنى الوصفه ديال اليوم انها تعجبكم. يعني حاجه واحده اللي بغيت نركز عليها، ان خلي واحد حتى تكرم لكم على الوجه ديالكم، وما تهضروش هذيك ربع ساعه ولا ثلث ساعه، وان شاء الله اكيد اكيد غادي تعجبكم هذه الوصفه هذه. والسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو اخر او وصفه اخرى، في امان الله. ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو الى عجبكم، والاشتراك في القناة. السلام عليكم.